ازاي احنا بننظف السلكات، سلكات العصافير او البغبغانات، الباجي او الزبرة وده المعدن والخشب. وطبعا انتوا هتسألوني ايه موضوع الخشب ده، هقول لكم العصافير الحديد بالنسبة للأقفاص بتاعتها ما بتبقاش مريحة زي ما انتم شايفين كده، ما بتبقاش مريحة خالص ليهم لان جناحتهم بتخبط في حديد، فده بالنسبة لهم بيخليهم في حالة قلق دايم وما بيبقاش في استقرار بنسبة 100%، ما بيشعروش ان هم في بيئتهم. اما بالنسبة يعني ده بدليل ان احنا البياتات اللي بنديله فيها بتبقى خشب، وما ينفعش نعملها غير خشب، لان لو كرتون هياكلوها، لو معدن مش هيبيضوا فيها. تمام؟ وهتربي حشرات وي، فالخشب هو الملاذ الامن للطيور الزينه عامه او لتربيه الطيور. طبعا طريقه النظافه لازم تكون قويه وفعاله، بس طبعا احنا بنخاف من المبيدات الحشريه، في ناس كتير جدا بتستخدم مبيدات حشريه والعصافير بتاعتها بتموت بالفعل. وفي ناس تانية فاهمة بتعمل ايه، فده بيبقى افضل، اللي فاهم بيريح زي ما بيقول. يعني احدى خبرات العم طاطا بقى اللي هيوصلها لكم بالنسبة للتربية بتاعت الطيور المنزلية هي كيفية النظافة، ويجيب نسبة 100% مهمة جدا جدا جدا. انا من واقع خبرتي في الموضوع بقالي سنين، فخلاص بقى فكرت لقيت طرق ناس وصفتها لي، لقيت ده، ومن هنا ابتديت اوصل لاسلم وافضل حل لسائل سبراي لميه، ايه خلطه اعشاب احنا هنعمله دلوقتي مع بعض. وده طبعا يعني ايه خلاصه الخلاصه زي ما بيقولوا، ده من التجارب الشخصيه، من واقع التجارب الشخصيه. كل اللي بعرضه لكم ده تجارب شخصيه ملهاش اي علاقه باي حد، دي حاجات انا وصلت لها مع الخبره ومع الاستخدام ومع طول الوقت. طبعا بنجيب حله، وحله نكون مخصصينها ان احنا نعمل فيها خلطات الاعشاب الجميله بتاعتنا. الحله ديت بنحط فيها التوم يتفصص زي ما انتم شايفين كده ويتحط في الماء سليم زي ما هو. حطينا 5-6 فصوص توم، حطينا معاهم كمان 5-6 ليمونات، نقطعها 2 من غير ما نعصرها، ونحط معاهم بقى شويه حاجات كده اضافيه مهمه جدا. اولنا الحلبه الحصى. وهتسألني ليه انت الحلبة الحصى؟ هقول لكم دلوقتي. اولا التوم ريحته منفرة جدا وبيقتل اي ميكروبات ايا كان نوعها. التوم ده قوي جدا، هو بالنسبة لنا احنا كبني ادمين ده مضاد حيوي. والليمون طبعا ده مطهر، ده مطهر من اي حاجة تكون في الخشب، بيطهر وريحته نفاذة وقوية، فما بتخليش وجود لاي حشرات. طيب هنعمل الحلبة معاهم، لان الحلبه دي الحاجه الوحيده اللي بتطرد الفاش. انتوا عارفين طبعا الفاش، يعني تقدر تقول التوليفه كده لكام حاجه هنشوفها مع بعض. نبدا نجيب كده معلقتين كبار الحلبه مع 5-6 ليمونات مع حبه توم، ونحط معاهم معلقه شاي قرفه، ريحتها نفاذه جدا وقويه جدا وبتقعد فتره طويله وبتخلي الخشب ما يسوسش. ونحط معاهم مقدار معلقتين كبار نعناع اخضر، وده علشان خاطر الروح المعنويه للطيور. الطيور بتحب الريحان، بتحب النعناع، وبتاكلها وبتبقى مستمتع بيها جدا. في حاجة تانية كمان أنا عايز أعرفكم عليها، معرفش أنتوا هتقدروا توصلوها ولا لأ، بس هي مهمة جدا جدا برضه على الخلطة بتاعتنا، وهي الحبق ده حاجة تشبه للريحان وتشبه للنعناع، لكن أقوى من النعناع، تقدر تقول إن هي النعناع الجبلي الحبق. وده برضه علشان الراحة النفسية للطيور، علشان تخليهم في هدوء تخليهم مبسوطين. وما ننساش الشيح الجبلي، معلقه شيح جبلي مهم جدا جدا جدا، عشان الشيح الجبلي ريحته منفره لاي زواحف،
فمه تبعد عنهم تعابين براس بتاع اللي هو الحرزون. الحرزون ده يقدر ياكل زغاليل خلوا بالكم. وطبعا ما ننساش معلقتين كبار من اللبان الذكر. هتقول اللبان الذكر؟ هقول لك اه. اللبان الذكر اولا ريحته برضو من ضمن الروائح المبهجه للطيور، وفي نفس الوقت هتلاقيهم بيمسحوا مناقرهم في الخشب علشان يسنوها، فهيفضل ان هم يحكوها في الخشب اللي نزل عليه اللبان المغلي. اللبان المغلي ده لما بيتغلي بيدوب على نار هاديه قوي، بيخلي فيه نسبه لزوجه في السائل اللي هيطلع معاه في الاخر. السائل ده هيبقى فيه نسبه لزوجه تلزق في المعدن او الخشب، وتدي فتره طويله جدا 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 من الحمايه ضد اي حشرات او بكتيريا او فيروس او اي شيء بيضر الطيور الزينه. وبكده انا عرفتكم الطريقه كامله مكمله. هنقيد عليها النار ونسيبها فتره نص ساعه على نار هاديه، ونزود الميه باستمرار، والميه ما تزيدش عن هنا لانها بتفور، فنار هاديه لمده نص ساعه. وطبعا بنزودها ميه بعد ما تخلص، وهنيجي نتابع معاكم بعد ما تخلص ان شاء الله اوريكم هيبقى شكلها ايه. ودلوقتي نقيد البوتاجاز ونروح طبعا مقللين النار خالص. سهرية بالفعل، سهرية بسيطة اهي. لا لا هتطفي كده، ونسيبها تغلي مع نفسها لمدة نص ساعة، وبعد كده تابعوني عشان اوريكم هعمل ايه بالظبط. طبعا ده المنتج النهائي بعد ما خلصنا غليه واضافه الميه ليه، بيبقى باللون الابيض كده عشان اللبان الذكر. وبنبدا ان احنا نشغل الاستهلاكات الخشب طبعا اللي احنا حاطين عليه الورقه، يبقى ده كده عين شغاله، واللي ما عليهوش ورقه بيبقى مش شغال لسه، او بيبقى بايظ دي الخليه او الجرايه اللي بنجري فيها الزغاليل الصغيره اول ما بتيجي لحد لما تكبر لسن البلوع، او لحد ما تبقى شبابات ويظهر ذكر من النتايه، ونبدا ان احنا نفصلهم. طبعا الماده السحريه بتاعتنا دي كل اللي بنعمله ان احنا بنفضي تحت الاكلات، وهي ده اهم مكان، اهم مكان ممكن نلاقي حشرات تتجمع تحته. نعمل كده لقيت طبعا اي حاجه لان انا منظف، لكن طبعا زياده تاكيد بنزود من الميه بتاعتنا بالمنظر ده. وطبعا عشان خشب فبيشرب بسرعه جدا، وبنحط عليه الاكله كمان علشان ما يبقاش فيه اي اثر لاي شيء من الحاجات دي. كذلك الامر هنا اهو بالوضع ده، وبنرجع عليه. طبعا ريحه الثوم مقززه جدا، فهي ريحه الثوم كفيله بان هي تمشي اي حاجه غريبه او اي حاجه مؤذيه. الثوم على فكره مضاد حيوي قوي جدا لو حطيناهم في مساء الميه، وده هوريكم حلقه ثانيه ليه ازاي ان احنا نقدر نزغلول. طبعا زغلنا لسه يجيوك من عروق اسود، طول ما هو من عروق اسود ما اقدرش طبعا ان انا اشيله من عند امي، في حاجات لسه حمرا خالص ما اقدرش برضه اشيلها، لازم الريش بتاعها يكمل وبنقرها يتحول للون الطبيعي. طبعا دي نتايه مبهدله نفسها خالص، محجره لان هي شغاله وقديمه اهو. طبعا نحط لها التيكت بتاعها يبقى شغال، اللي عليه التيكت اهو، اللي عليه التيكت اهو شغال. وطبعا اهم حاجه عندنا زي ما اتفقنا ما ننساش الميه اللي وريتها لكم ازاي بتتعمل من الثوم ومن الليمون وال ال ال بسم الله الرحمن الرحيم. ده ايه؟ هذا الكوكتيل ده برضه بيتنضف له بنفس الطريقه، ومن الشيح وال ال 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 بعض التوابل اللي انا وريتها لكم زي ما هو معروض على الشاشه قدامكم دلوقتي. وطبعا ده افضل تنظيف للسلكات الخشب. تابعونا يا جماعه في كل جديد، وحافظوا على انكم
تشوفوا الجديد ده وتطبقوه وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. يعني قولوا لي انا جربت الموضوع ده جميل، جربت الموضوع ده مش جميل. طبعا عندي حاجات فولاد زي ما انتم شايفين بشغلها بقى مع الـ 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 الريمبو ونطلع منه حاجات جميله برضو. يعني في عندي حاجات جميله بدات تطلع اهي، دي واحده شغلات الكشاف زي ما انتم شايفين زغاليل، في منها هتلاقي شوش على راسها اهي، وفي منها ده كتفات لسه صغننه بتكبر. طبعا يعني ده الاب والام هم، ده الاب لونه كويس جميل جدا جدا، والام ريمبو الوانها تحفه تحفه تحفه. وطبعا ده يعني دي هوايه، انتوا عارفين احنا هوايتنا بنطلع فيها كل طاقتنا ونطلع فيها كل مجهودنا. ف ده اللي قدرت اوصله لكم لغايه. شايف ده كله بظهرها ازاي؟ ابتدى التقليد يظهر اهو، لان الوان الريمبو جميله لما تيجي تطلعها في 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 في, في, في تقليد فلل بتبقى حاجات جميله جدا جدا جدا، وبيطلع الوان جميله وبيطلع اشكال اجمل. يعني طبعا احنا بنجيب الاكل، حفله الاكل دي لسه هوريها لكم في لارس والجنوبه والبنكم، النسب بتاعت التقسيم بتاعتها هبقى اعرضها لكم في مره ثانيه. طبعا دي الالوان ما شاء الله ما شاء الله، الوان جميله جميله جميله، والوان رينبو تحفه تحفه. طبعا الحفاظ على ده هو ظاهر ليف ولا البرد اهو، ويعني بدا يظهر الحاجه اللي عندي. طبعا انا باخد تقليب بوديه في تقليب، كل تقليب توديه في تقليب، كل تقليب توديه في تقليب. يعني كل لما تجيب فله مع رينبو تطلع حاجه تانية الوان مع فلل، بس فلل مش كامله، بتبتدي ان انت تروح واخدها تروح مديلها مثلا فلل بس او رينبو بس على حسب ما انت عايز تطور. بس اصل السلاله موجود وبتبدا تغير فيه. شايفين انتوا الابيض اللي واخد قلم سماوي في بطنه ده، يعني حمراء البينو حاجه تحيفه تحيفه تحيفه. يعني الابيض مموج بازرق ده او مفيهوش ازرق صريح. شايفين؟ مفيهوش ازرق صريح. مفيهوش لون ازرق. ما هو ده الرينبو بقى. هو مفيهوش لون ازرق، بس الابيض مدي تمويل زي كده زي موج البحر ازرق. طبعا مطلع وش ما شاء الله عليه. تابعوني واعرفكم كل جديد في حياه الحساب. اول عام صفر. حياه العم صفر.